منذ عدة سنوات يلازم خطر الجفاف بلاد الرافدين بسبب قلة الإطلاقات المائية تارة وعدم وجود سياسة مائية تحفظ المياه ولا تتركها تصب جزافا بالخليج، على الرغم من التحذيرات المستمرة التي تطلق بهذا الصدد على مدى 20 عاما. بعد أن دق الخطر المناخي ناقوسه في البلاد واتجهت أزمة شح المياه لتكون أزمة حقيقية تهدد الجميع، أزمة لم تنجح المساعي الحكومية حتى الآن في تطويقها، لذا ترفض السلطة التشريعية الحركة التنفيذي تجاه المياه من خلال رعاية مؤتمر التغيير المناخي والأمن لإيجاد معالجات لدرء مشاكل التأثيرات المناخية. من عقاد هذا المؤتمر يمثل يعني نقطة مهمة في مرحلة حرجة يمر بها العراق بشكل عام، خصوصا يعني المناطق الجنوبية بشكل خاص. ربما سيكون الموسم الحالي هو أسوأ موسم يمر به العراق من تاريخ تأسيس الدولة العراقية، نتيجة لقلة الإيرادات في العراق و يعني تقريبا نفاذ الخزين الاستراتيجي. ومع ما أنضجه البرلمان من قوانين تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، تبين قوى النيابية إن مجلس النواب معني بإيجاد تشريعات مهمة تعزز العمل التنفيذي في معالجة مشكلة المياه والتهديدات المناخية للأمن الوطني. ولازم نحن كمجلس النواب نشتغل على القوانين والقرارات من جانب الحكومي ونقدر نسهل الأمور، لأنه قدامنا أوقات صعبة، خاصة الوضع الجفاف لعراق مارق بها صار أكثر من 10 سنوات، فإن شاء الله خير. يعني هسه أكو توجه من دولة الرئيس محمد شياع سوداني ومن المجلس، هم أكو دعم على مود تشريع قوانين جديدة ليساعدون الوضع التغيير المناخي. وتسببت أزمة الجفاف وتقليل حصص العراق من دول المنبع بانخفاض المخزون المائي الاستراتيجي إلى 7 مليارات متر مكعب للمرة الأولى في تاريخ بلاد ما بين النهرين. أزمة ومع ما تلقيه من تداعيات تفرض على الحكومة العراقية الضغط بالورقة الاقتصادية على دول المنبع، كون هذه الدول تتبادل مع العراق تجاريا بأكثر من 10 تريليونات دينار. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.